طيب الأسبوع اللي فات كان في جدل كبير قوي على فيلم بينتج حاليا ومفروض انه هيعرض في شهر مايو اللي جاي اسمه ساري للغاية. الفيلم ده كانت البداية بتاعته باسم آخر اسمه عام الثورة والغضب، وكان مشارك فيه الكاتب وحيد حامد. دلوقتي مش واضح إذا كان هو مشارك أو لا، ودي علامة من علامات الخلاف اللي موجود على صفحات السوشيال ميديا وموجود بين الناس. والفنان احمد السقا كتب بوست على صفحته على الفيسبوك يعني بيعبر فيها عن اسفه لان الناس بدأت تتناول الفيلم واحداث الفيلم بشكل مبكر. والحقيقة الفيلم بيتكلم على الفترة اللي مرت بيها مصر من احداث ثورة 25 يناير 2011 لحد 30/6/2013. والحقيقة أنا بشوف أنه الأحداث دي من وجهة نظري ما زالت جارية، هي ما انتهتش، والشخصيات المرتبطة بهذه الأحداث ما زالت موجودة. بعض الشخصيات دي موجودة دلوقتي في المجال السياسي المصري، بعض الشخصيات بتحاكم، بعض الشخصيات انتهت المحاكمات بتاعتها، لكن لسه الأحداث برمتها ما كملتش ولسه مش تفاصيل كل الأحداث اتعرفت. وبالتالي هو أمر مبكر جدا ان احنا ننزل الكلام ده في فيلم سينما، خصوصا ان افلام السينما بتعيش طويلا، وكان يجب انه يكون المعلومات كاملة اكتر من كده. وده رأيي. طيب أمي.